هل جمع الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة بغير عذر؟ ورد حديث ابن عباس في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. فقيل له لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، كان قال وأنا أظن ذلك، وأنا أظن ذلك عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يقولون هذا لحالات الاضطرار، معنى مثلا طبيب دخل عملية جراحية من قبل العصر بساعة إلى غروب الشمس، استطلاع العصر فممكن يجمع الظهر مع العصر، أو شخص دخل امتحان نفس الحكم سيطيل، أو امرأة تدخل الولادة فستطيل. كل هذه الحالات ذهب بعض العلماء إلى أنها هي المعنية بحديث ابن عباس، وقال بعض العلماء إنه جمع صوري، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، ولكن هذا يأباه قوله أراد أن يحرج أحدا من أمته. الشيعة جعلوا هذا ديدنا، جعلوا هذا ديدنا، يجمعون في اليمن الظهر مع العصر في وقت الظهر ويبقون إلى الساعة الثالثة ليلا بدون صلوات، ويجمع المغرب والعشاء، ويجلس أحدهم يخزن القاتل الخبيث المعروف وحكايات الناس، يقول لك يا خبرة احكي الأخبار، كلام وقيل وقال وترك ذكر واجتماع على باطل. فهذا يفعله كثيرون من الناس.